بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلبة الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة بنحل امتحان تجريبي في الرياضيات يناير 2021. السؤال الأول بيقول لي: إذا كان جذر المعادلة س تربيع ناقص 2 س زائد ك بتساوي صفر حقيقيان مختلفان فإن، وأعطيني هنا أربع إجابات: ك بتساوي 1، ك أصغر من 1، ك بتساوي 4. عندي هنا بنجيب المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 ألف جيم. إذا كان أكبر من الصفر يبقى في هذه اللحظة الحق جذران حقيقيان مختلفان. هو قال لي هنا حقيقيان مختلفان، يبقى المميز أكبر من الصفر. بنعوض في المميز ب تربيع 4 ناقص 4 في ألف بواحد في جيم اللي هي جيم بتساوي ك، ده كله أكبر من الصفر، يبقى 4 أكبر من 4 ك ومنها ك. يبقى هنا الحل بتاعنا: إذا كان جذر المعادلة س تربيع ناقص 2 س زائد ك بتساوي صفر جذران حقيقيان مختلفان فإن، ك أصغر من 1. في سؤال رقم 2 بيقول لي: إذا كان المثلث لام ميم نون يتطابق مع المثلث د ه واو فإن لام ميم على د ه. احنا عندنا المثلث لام ميم نون بيتطابق مع المثلث د ه واو، يعني لام ميم بيتطابق مع دال ه، وبالتالي لام ميم على دال ه بيساوي 1، وبالتالي يبقى ده الاختيار رقم ب. في السؤال رقم 3 بيقول لي: إذا كان قياس إحدى زاويتين متكاملتين و 135 درجة فإن قياس الدائري للزاوية الأخرى هو. أنا عندي متكاملتين معناه إن مجموع الزاويتين بيساوي 180 درجة. هنا واحدة 135، نطرح 180 ناقص 135 تديني 45، ولكن هو عاوز بالقياس الدائري. 45 بالقياس الدائري بتساوي باي على 4، وبالتالي إذا كان قياس إحدى زاويتين متكاملتين هو 135 درجة فإن القياس الدائري للزاوية الأخرى هو باي على 4. في السؤال رقم 4 بيقول لي: العدد بين قوسين تربيع بيساوي 3 ناقص 4 ت. عندي هنا المفروض بنربع كل هذه الأرقام اللي موجودة في الإجابات. هنربع الأولاني اللي موجود في ألف ناقص 2 زائد ت. عندي هنا ناقص 2 زائد ت بنحطها هنا بنربعها بتديني 4 ناقص 4 ت زائد ت تربيع. ت تربيع عندي بتساوي سالب 1، وبالتالي بننقلها هنا 4 ناقص 4 ت ناقص 1. عندي هنا 4 ناقص 1 تديني 3 ونطلع بره سالب 4، يبقى لما ربعنا سالب 2 زائد ت الكل تربيع ادتني 3 ناقص 4 ت، وبالتالي يبقى العدد المفروض اللي يتحط بين القوسين هو الاختيار أ اللي هو سالب 2 زائد ت. عندي في رقم 6 بيقول لي: إذا تشابه مضلعان عدد أضلاع كل منهم 15 ضلع فإن عدد المثلثات التي يشابه كل منها نظيره عن طريق توصيل أقطار كل شكل من رأسين متناظرين فيهما يساوي نقط، وأعطيني هنا أربع اختيارات. لو أنا رسمت الشكل أي شكل وأضلاعه 15 ضلع وعملنا منه مثلثات هتلاقي مجموع هذه المثلثات 13 مثلث، وبالتالي يبقى الاختيار عندنا اختيار أ 13. برقم 7 بيقول لي: دائرة م نصف قطرها 6 سم وقياس زاوية أ ج ب 60 درجة فإن طول القوس الأصغر أ ب يساوي نقط، وأعطيني هنا أربع اختيارات. عندي القانون اللي بنجيب منه طول القوس سيتا د في نق. انا عندي سيتا دال، انا عندي الزاويه المركزيه المشتركه مع الزاويه المحيطيه بتساوي 120 درجه. 120 درجه في باي على 180 تديني 2 باي على 3، يبقى القياس الدائري للزاويه المركزيه تساوي 2 باي على 3. طول القوس هنا سيتا دال اللي هي 2 باي على 3 في نصف القطر اللي هو 6 سنتي، بنضرب 3 على 3 في الواحد و6 على 3 في الاثنين، 2 في 2 ب 4 باي، وبالتالي يبقى طول القوس الأصغر أ ب بيساوي 4 باي، ده الاختيار رقم ب. في السؤال رقم 8 بيقول لي: كل العبارات التالية صحيحة ما عدا. عندي هنا رقم أ هي الخطأ لأن جميع المستطيلات متشابهة طبعا خطأ، لكن جميع المربعات متشابهة صح، يبقى جميع المثلثات المتساوية الأضلاع متشابهة.
صح، وجميع المضلعات المنتظمة التي لها نفس العدد من الأضلاع متشابهة، يبقى ب وجيم ودال دول كلهم صح، الوحيدة اللي خطأ رقم ألف. في رقم 9 بيقول لي في الشكل السابق المضلع ألف ب جيم دال بيتشابه مع المضلع ألف شرطة ب شرطة جيم شرطة دال شرطة، فإن ب شرطة جيم شرطة بيساوي، أنا عندي ب شرطة جيم شرطة بيساوي، أنا عندي ألف شرطة ب شرطة على ألف ب بيساوي 8/12، وإحنا بنقول هما مضلعين متشابهين، يبقى النسبة 2/3. لو قلنا هنا 2/35 تديني 10، وبالتالي ب شرطة جيم شرطة بيساوي 10 سنتي، ده الاختيار رقم ألف. في السؤال رقم 11 بيقول لي في الشكل المقابل إذا كان قياس زاوية ألف دال بيساوي قياس زاوية ألف جيم ب، يبقى الزاوية جيم بتساوي الزاوية ألف دال ه، وعندي ألف دال بيساوي 3 سنتي، عندي ب دال 6 سنتي، وعندي ألف ه 2 سنتي، عاوز قيمة ه جيم. عندي هنا في الشكل المقابل ده بنقول عندي زاوية ألف دال ه بتساوي زاوية جيم، وعندي زاوية ألف مشتركة ما بين المثلثين ألف دال ه والمثلث ألف جيم ب، وبالتالي وزاوية ألف زاوية مشتركة، وبالتالي الزاوية التالتة بتساوي الزاوية التالتة، إذن المثلثين متشابهين وينتج أن ألف دال على ألف جيم بيساوي دال ه على جيم ب بيساوي ه ألف على ب ألف. عندي هنا ألف دال على ألف جيم بتساوي ه ألف اللي هو بيساوي 2، وعندي ب ألف اللي هو بيساوي 9. عندي ألف دال بيساوي 3، ألف جيم بيساوي 2 + س. عندي هنا ألف جيم بيساوي ألف ه زائد ه جيم. عندي ألف ه بيساوي 2، وهنفترض إن ده بيساوي س اللي هو جيم ه، وبالتالي يبقى 3/2 + س بتساوي 2/9، ومنها ب جيم بيساوي 11.5. إذن عندي الحل ه جيم بيساوي الاختيار د 11.5. في رقم 13 بيقول لي في الشكل المقابل إذا كان أ ب قطب في دائرة م طوله 10 سنتي، قياس زاوية أ زاوية 30 درجة، فإن طول القوس أ ج الأصغر بيساوي، عاوز طول القوس الأصغر ده. عندي القوس ده بيواجه زاوية هنا 60 درجة، لأن أنا عندي الزاوية ج تعتبر 90 درجة لأنها مرسومة على في نصف دائرة، وبالتالي الزاوية ب 60 درجة. 60 درجة يبقى الزاوية المشتركة معها في القوس الزاوية المركزية بتساوي 120 درجة، يبقى أنا عندي هنا طول القوس بيساوي، أنا عندي 120 اللي هي 2/3 بالقياس الدائري، في نصف القطر اللي هو 5، بنضرب 5 × 2/10 / 3، وبالتالي يبقى القوس طول القوس عندي 10/3 باي، ده الاختيار رقم ألف. في السؤال رقم 14 بيقول لي في الشكل المقابل إذا كان ه ألف بيساوي 4 سنتي، وألف دال 5 سنتي، وب جيم بيساوي 16 سنتي، وعندي ب ه بيساوي 2 سنتي، فإن محيط المثلث ه ألف ب إلى محيط المثلث ه جيم د. عندي المثلث ه ألف ب اللي هو ده ه ألف ب إلى محيط المثلث ه جيم د. عندي هنا بنقول إن المثلثين دول متشابهين، طب هما متشابهين ليه؟ أنا عندي زاوية ه زاوية مشتركة بين المثلث ه ب ألف وه جيم د، يبقى أنا عندي ه ألف ب ه ألف ب وه ج د، دول مثلثين متشابهين، لأن أنا عندي ه ألف على ه ج بيساوي ه ب على ه د بتساوي نسبة 2/9، وبالتالي يبقى المثلثين متشابهين لأن زاوية ه زاوية مشتركة، وبالتالي يبقى المحيط المثلث ه ألف ب إلى محيط المثلث ه ج د تساوي 2/9، نفس نسبة طول الأضلاع، وبالتالي يبقى الاختيار
رقم ب 2 إلى 9. عندي في التمرين رقم 16 بيقول لي إذا كانت النسبة بين محيطي مثلثين متشابهين 3 إلى 5 وكانت مساحة المثلث الأكبر 100 سنتي متر مربع فإن مساحة المثلث الأصغر بتساوي، وأعطيني هنا 4 اختيارات. أنا عندي الحل بنقول المساحة بتساوي مربع النسبة، وبالتالي لما بنقول مساحة المثلث الأصغر هتساوي مساحة المثلث الكبير في مربع النسبة. أنا عندي النسبة 3 على 5 هتبقى 9 على 25، يبقى 100 في 9 على 25 تساوي 36. ده الاختيار رقم ألف. في السؤال رقم 17 بيقول لي في الشكل المقابل الدائرة م وقياس زاوية ألف م ب ألف م ب 90 درجة، مساحة المثلث م ألف ب بتساوي 8 سنتي متر مربع، طول القوس ألف ب بيساوي، وعطينا هنا 4 اختيارات. أنا عندي بنقول مساحة المثلث بتساوي نص القاعدة في الارتفاع. أنا هعتبر إن القاعدة عندي اللي هي م ألف، وعندي الارتفاع اللي هو يعتبر م ب، يبقى عندي مساحة المثلث ألف ب م يعتبر نص ألف م في م ب. أنا عندي ألف م نصف قطر، وعندي م ب برضو نصف قطر، يبقى عندي نص في ألف م في م ب بيساوي 8، عندي نق بتساوي 4، عندي هنا يبقى نص في 4 في 4 بتديني هنا 8 سنتيمتر، وبالتالي هنا بنقول ان نق بتساوي 4 سنتيمتر، يبقى أنا عندي نص في ألف م في م ب بتساوي 8 سنتيمتر مربع، وبالتالي نصف القطر اللي هو ألف م وم ب يعتبر 4 سنتيمتر. عندي طول القوس بيساوي اللي هو لم بيساوي سيتا د في نق، سيتا د اللي هو عندي هنا بنقول سيتا د، انا عندي الزاويه المركزيه 90 درجه اللي هي تعتبر باي في نق في 4، يبقى 4 في باي تعتبر 4 باي، يبقى طول القوس عندي 4 باي. ده الاختيار رقم د. عندي في السؤال رقم 18 بيقول لي اذا كان المضلع ا ب ج د بيتشابه مع المضلع س ص د ل، وكان 4 في مساحة المضلع ا ب ج د بتساوي 3 في مساحة المضلع س ص د ل، فإن معامل التشابه يساوي، وعطينا ان 4 اختيارات. عندي هنا بنقول 4 في مساحة المضلع ا ب ج د بتساوي 3 في مساحة المضلع س ص د ل، يبقى مساحة المضلع ا ب ج د على مساحة المضلع س ص د ل بتساوي 3 على 4، لان انا عندي مساحة المضلع ا ب ج د مضروبة في 4 بنحطها في المقام، وعندي مساحة المضلع س ص د ل في 3 بنحطها في البسط. يبقى انا عندي هنا عشان اجيب معامل التشابه بنجيب الجذر التربيعي للنسبة دي، وبالتالي يبقى انا عندي جذر 3 على 2، ده الاختيار رقم ب، يبقى معامل التشابه بيساوي جذر 3 على 2، ده الاختيار رقم ب. عندي في التمرين رقم 19 بيقول لي اذا كان س زائد ص وهنا زائد 5 ت بيساوي 3 زائد ص ت، فان س بتساوي وص بتساوي، واعطيني هنا 4 اختيارات. عندي هنا س زائد ص لوحدها بتساوي 3، وعندي هنا الص بتساوي 5، وبالتالي لما يكون س زائد ص بتساوي 3 وص لوحدها بتساوي 5، يبقى س بتساوي سالب 2 وص بتساوي 5. يبقى اذا كان س زائد ص زائد 5 ت بتساوي 3 زائد ص ت، فان س بتساوي سالب 2 وص بتساوي 5، ده الاختيار رقم ج. في التمرين رقم 21 بيقول لي اذا كان المثلث س ص د يتشابه مع المثلث م ن ه حيث س ص بتساوي 10 سنتي و م ن بيساوي 5 سنتي، فان مساحه المثلث س ص د على مساحه المثلث ا ب ج بتساوي، واعطيني 4 اختيارات. عندي مساحه المثلث س ص د على مساحه المثلث ا ب ج بتساوي مربع نسبه المثلث س ص د على مربع نسبة المثلث ألف ب ج. مربع نسبة المثلث س ص ع بتساوي 100،
على 25 وبالتالي تساوي 4. ده الاختيار رقم د. عندي في رقم 22 بيقول لي جذر سالب 9 سين تربيع في جذر سالب 4 بيساوي عايز س تنتمي ل ح موجب، واعطيني ان 4 اختيارات. عندي جذر سالب 9 سين تربيع هنشيل السالب ونحط ت تربيع، وبرضه في الجذر الثاني هنشيل السالب ونحط ت تربيع، وبالتالي الجذر ده يبقى جذر ت تربيع ت في 9 في س تربيع هيساوي 3 في ت في س، والجذر الثاني برضه نجيب الجذر يبقى ت تربيع في 4 الجذر بتاعها 2 ت. عندي 3 في 2 ب 6 و ت في ت بسالب 1 اللي هي تعتبر ت تربيع في س تديني النتيجة النهائية سالب 6 س، يبقى الحل عندنا هنا رقم ب اللي هو سالب 6 س. في السؤال رقم 23 بيقول لي في الشكل المقابل ا ج بيساوي، واعطيني هنا 4 اختيارات. عندي هنا ا د بيساوي 8، عندي ا ه بيساوي 6 سنتي، و ه ب 3 سنتي، و د ه 4 سنتي، و ب ج 12 سنتي. عندي هنا عاوز طول ألف ج، واعطيني ان 4 اختيار. عندي هنا بنقول المثلثين د ألف ه، عندي د ألف ه و ج ب ألف فيهما، عندي د ألف على ج ب، عندي د ألف على ج ب بتساوي 8 على 12 بتساوي ألف ه على ب ألف ب، يبقى ألف ه على ب ألف، وبالتالي وزاوية ب بتساوي زاوية د ألف ه بالتبادل، إذا د ألف على ج ب بيساوي ه ألف على ألف ج. د ألف بتمانية، عندي د ألف هنا بتمانية سنتي، وعندي ج ب بيساوي 12 سنتي، عندي ه ألف بيساوي 6 سنتي، عندي د ألف ده المجهول، بنضرب طرفين في وسطين يديني ألف ج هنا بيساوي 6 سنتي، يبقى الاختيار د، يبقى في الشكل المقابل ا ج بيساوي 6 سنتي، ده الاختيار رقم د. عندي في السؤال رقم 24 بيقول لي اذا كان لام تربيع ولام تكعيب هما جذر المعادله 2 س تربيع زي ك س زائد 64 بيساوي 0، فان ك بتساوي، واعطينا ان 4 اختيارات. في البدايه بنتخلص من معامل س تربيع، بنقسم كل المعادله على 2، يبقى س تربيع زائد نص ك س زائد 32 بتساوي 0. عندي لام تربيع في لام تكعيب بتساوي لام أس 5 بتساوي 32، طب عندي هنا يبقى اللام بتساوي 2، طب 32 من عندي هنا ده الجيم اللي هو حاصل ضرب الجذرين بيساوي 32، حاصل ضرب الجذرين بيديني لام أس 5 ومنها لام بتساوي 2. عندي هنا بقول لي نص ك بتساوي سالب مجموع الجذرين، يبقى أنا عندي سالب مجموع الجذرين، الجذر الأول اللي هو لام تربيع بأربعة، الجذر الثاني لام تكعيب بثمانية، يبقى سالب 12، وبالتالي يبقى ده نص كاف، يبقى كاف عندي بتساوي سالب 24، وبالتالي يبقى الحل عندي الاختيار رقم ج سالب 24، يبقى عندي الحل ج اللي هو سالب 24. عندي في السؤال رقم 26 بيقول لي إذا كان المضلع أ ب ج د ه يتشابه مع المضلع س ص ع ل م، وكان ب ج على ص ع، نخلي بالنا ب ج اللي هو المضلع الأول أو جزء من ضلع من المضلع الأول على ضلع من المضلع الثاني بيساوي 3 على 5، فإن مساحة قال لي هنا المضلع الثاني على المضلع الأول بتساوي، يبقى هو عاوز يشقلب هذه النسبة، وبالتالي هنا يبقى المساحة هي مربع هذه النسبة، وهنشقلبها لأن أنا عندي س ص هو اللي كان موجود تحت هنا قلبه فوق، وبالتالي يبقى النسبة عندي 25 على 9، ده الاختيار رقم ج. في السؤال رقم 27 بيقول لي إذا كان أحد جذري المعادلة س تربيع ناقص افتح قوس أ ناقص 5 س زائد 9 ده بيساوي 0 مع كوز جمعي للآخر فإن أ بتساوي. عندي هنا بنقول أ ناقص 5 ده مجموع الجذرين، عندي بنطلع الخمسة بره يبقى الألف بتساوي 5،
وبالتالي الألف بتساوي 5، ده الاختيار رقم د. عندي في السؤال رقم 28 بيقول لي ألف ب ج مثلث قائم الزاوية في ب، وإذا كان د ه عمودي على ألف ج، وعندي ب ألف 4 سنتي، ج ه بيساوي 6 سنتي، د ه بيساوي 3 سنتي، وعندي المطلوب هنا طول ب ج، وعطيني هنا 4 اختيار. عندي هنا في الحل بيقول لي المثلثان د ه ج و أ ب ج فيهما، عندي د ه ج و أ ب ج فيهما، عندي هنا زاوية د ه ج بتساوي زاوية أ ب ج زاوية قائمة، يبقى أنا عندي هنا زاوية د ه ج بتساوي زاوية أ ب ج زاوية قائمة، وعندي زاوية ج زاوية مشتركة. إذن المثلثان متشابهان، يبقى أنا عندي المثلثان د ه ج و أ ب ج مثلثان متشابهان، وينتج أن د ه، عندي د ه على أ ب بيساوي ه ج على ب ج بيساوي ج د على ج أ. عندي هنا بنقول عندي د ه على أ ب بيساوي 3/4 في ه ج على ب ج، ه ج بيساوي 6، ب ج المجهول بنضرب الطرفين في وسطين، اذا ب ج بيساوي 8 سنتي وهو المطلوب، وبالتالي عندي هنا المثلث ا ب ج قائم الزاويه في ب، وعايزين هنا طول ب ج يطلع 8 سنتي، ده الاختيار رقم ج. لغايه هنا نكون وصلنا بفضل الله لنهايه حل الامتحان التجريبي، نسأل الله التوفيق لنا ولكم، نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.